هذا أول طفل إلي. هو أول فرحة والديه. ولد فهد كبقية الأطفال بحالة صحية سليمة، إلا أنه بعد مرور 4 أشهر على ولادته بدأت تظهر عليه أعراض غريبة، إذ فقد الحركة في جسمه ولم يبقى سوى هاتين العينين يلتفت بهما. الأطباء شخصوا مرض فهد بضمور العضلات الشوكي، وهو من الأمراض النادرة. أول ما كشف علي الدكتور قال انه هذا المرض يعني صعب جدا وعلاجه ما متوفر بالعراق، خاصه العلاج توفر حاليا بالدوله المصريه وتوفر باغلب دول الخليج. حركه رجله معدومه، الايد حركه كلش بسيطه، ومثل ما تشوفين اذا نحاول نقعده بهاي الطريقه ممكن يختنق. حتى رقبته اذا تشوفين يعني حاليا هيك، حتى رقبته معدومه الحركه. الوقت يداهمنا والتفكير بفقدان فهد بات كابوسا لا يفارقنا، يقول ذووه، سيما وأن حالة فهد تحتاج تدخلا علاجيا فوريا وقبل وصوله لعمر 2. كاميرا العراقية الإخبارية كانت منصة لإيصال صوت هذه الأسرة إلى الجهات الحكومية. هسه صار عمره 1 سنة وشهر، فبعد ماكو يعني وقت، لان هذا المرض انتم تعرفين كل الزين، هذا المرض باقل من عمر 2 يعني يتوفى الطفل اذا ما يحصل العلاج. العلاج مالته ابره واحده اللي هي موجوده بالامارات وحاليا موجوده بمصر. من خلال قناتكم يعني اكرر اناشد، اريد لقاء ويا السيد الكاظمي، اريد يشوف حاله هالطفل هذا، يعني يسوي لنا حل له. بهذا الصوت البريء وبهذه الحركة البسيطة يتواصل فهد مع عائلته التي لا تمتلك اليوم سوى مناشدتها أصحاب الخير والجهات المسؤولة لإنقاذ ابنهم من وضعه المرير. لا يقوى على الجلوس لأكثر من دقائق معدودة. مرض فهد أفقده الحركة بشكل شبه تام، علاجه متوفر في بلاد الخارج، فأمنية هذا الطفل ربما تتحقق بالتفاتة الجهات الصحية والحكومية وإعطائه حياة جديدة. سجى جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد.